بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد عدد ما صلى عليه المصلون اللهم صل وسلم على نبينا محمد عدد ما تغافل عن الصلاة عليه المتغافلون أسأل الله عز وجل أن يسعدكم جميعا في الدنيا والاخرة لازلنا في دروس الأولى متوسط، دروس تلاميذ الأولى متوسط كما وعدناكم سنكملها وسنواصل فيها إن شاء الله عز وجل وإن وفقنا الله تبارك وتعالى، اليوم رانا مع مادة التاريخ، أول درس في مادة التاريخ للفصل الأول لتلاميذ الأولى متوسط، طيب، الميدان الأول، الميدان الأول اللي هو الوثائق التاريخية. الميدان الأول هو الوثائق التاريخية هذا الميدان الأول في حوالي ثلاث وحدات تعليمية الميدان الأول الوثائق التاريخية فيه ثلاث وحدات أو ثلاث دروس الدرس الأول دراسة الآثار القديمة الوحدة الثانية كرونولوجيا عصور ما قبل التاريخ كرونولوجيا عصور ما قبل التاريخ ما معنى كرونولوجيا معناه تسلسل وتعاقب الاحداث هذه كلمه كرونولوجيا كرونولوجيا معناه تسلسل وتعاقب وترترت وترتيب الاحداث نسموها كرونولوجيا طيب الوحده الثانيه ولا الدرس الثاني كرونولوجيا عصور ما قبل التاريخ الوحده الثالثه والاخيره ولا الدرس الثالث والاخير في هذا الميدان اللي هو الوثائق التاريخيه الدرس الاخير الاثار عنوان الفتره التي عاش فيها الانسان ثلاث دروس في ميدان واحد اللي هو الوثائق التاريخيه طيب. الدرس الاول اللي راح نديروه اليوم ان شاء الله عز وجل اول درس ولا اول وحده تعليميه اللي هي بعنوان دراسه الاثار التاريخيه دراسه الاثار التاريخيه هذا الدرس فيه اربعه عناوين رئيسيه اربع عناوين مهمه في هذا الدرس ما هي الاثار ما هو علم ما هو علم الاثار وعلماء الاثار ما هي المواقع الاثريه وكيف يتم قراءه الاثار اربعه اشياء يركز عليها التلميذ في هذا الدرس تعريف الاثار علم الاثار وعلماء الاثار ما هي المواقع الاثريه وكيف يتم قراءه الاثار طيب راح نركز لكم على الاشياء الاساسيه المهمه المهمه في هذا الدرس وطيب ما حبيتش ندير طريقه الصبورة ونكتب ونمحي ونكتب لانه تدي وقت طويل ويخرج الفيديو طويل بزاف راح ندير لكم هكا نمليكم ونقرا لكم ويحاول التلميذ يشد ورقه وكراس ولا يكتب يكتب الاشياء الضروريه ولا يتبع معايا من الكتاب وليش يشد ورقه ويكتب الاشياء الضروريه طيب الشيء اللي كما في الاخير نديروا تصحيح ولا حلول أختبر معلوماتي من الكتاب المدرسي كما العاده دائما العاده هكا. طيب نبدا بالشيء المهم السؤال الذي يطرح نفسه لماذا نقرا الاثار لماذا يبحث الانسان عن الاثار لماذا تم تخصيص علم الاثار لماذا كاين علماء الاثار علاه نقراو الاثار قديمة القديمه الانسان القديم علاه حتى نعرف وحتى نتعلم كيف كان يعيش الانسان قديما، كيف كان ياكل، كيف كان ينام، كيف كان يصطاد، كيف كان يعيش. نقراوا الاثار ونبحثوا على الاثار حتى نعرف كيف كان الانسان البدائي والانسان القديم كيف كان يعيش. هذه هي الغايه القصوى لدراسه الاثار. طيب، ما هي الاثار؟ كان نعرفوا الاثار، ما هي الاثار؟ الاثار هي جميع الأشياء التي تركها الإنسان القديم أو الإنسان البدائي تركها خلفه ولنسموها المخلفات هي جميع المخلفات التي تركها الإنسان وحتى الإنجازات التي أنجزها الأشياء التي صنعها والأشياء التي ابتكرها والأشياء التي تركها خلفه نسموها آثار الأشياء التي لمسها أو مشى أو مشى فوقها أو مشى حولها أو نام فيها كل الاشياء التي تركها الانسان خلفه ولا الاشياء التي انجزها نسموها اثار هذه هي الاثار طيب في ماذا تتجسد هذه الاثار تتجسد مثلا في الكهوف المغارات سواحل البحار البحار منابع المياه هذه الاشياء اللي يسموها اثار الكهوف الانهار المغارات سواحل البحار منابع المياه وعلى سبيل المثال صحراء الجزائر مثلا تعتبر من الآثار طيب تنبيه صغير صحراء الجزائر قديما 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 في العصور الأولى لم تكن على حسب المناخ اللي راه الآن الآن صحراء الجزائر راهي من أسخن أو من من الأماكن المرتفعة في درجة الحرارة صحراء الجزائر لكن قديما لا صحراء الجزائر قديما كان مناخها معتدل لذلك كان الإنسان القديم والإنسان البدائي كان كان يعيش وأقام وعاش في صحراء الجزائر لذلك تعتبر صحراء الجزائر من الآثار تعتبر من الآثار لأن الإنسان عاش فيها وأقام فيها على سبيل المثال التاصيلي منطقة, منطقة التاصيلي تعتبر من الآثار طيب عرفنا الآثار وذكرنا في ماذا تتجسد الآثار طيب علم الآثار ما هو علم الآثار خلاص ما دام عرفنا الآثار نقدروا نعرفوا علم الآثار شو هو علم الآثار هو علم يختص بدراسة الأشياء والمخلفات والإنجازات التي أنجزها الإنسان القديم والإنجاز البدائي والإنسان البدائي هذا هو علم الآثار هو علم يختص بدراسة والبحث في الآثار سهل علماء الآثار من هم علماء الآثار؟ علماء الآثار هم عبارة عن علماء مختصين في دراسة والبحث في الآثار سهله غير تعرف الاثار خلاص يبانوا كلش علم الاثار هو علم يختص بالاثار علماء الاثار هم علماء مختصين في دراسه والبحث في الاثار هذا هو علم الاثار وعلماء الاثار طيب المواقع الاثريه ما هي المواقع الاثريه المواقع الاثريه هي المواقع التي مشى فيها او اقام فيها أو عاش فيها الإنسان القديم أو الـ أو, الـ أو الإنسان البدائي، هذه نسموها المواقع الأثرية. كيف يكتشف الإنسان موقع أثري؟ ولا كيف يجد موقع أثري أو أشياء جديدة؟ كاين طرق، كاين أربع طرق ولا خمس طرق. أولاً يحدد الموقع الأثري. أول شيء يقوم بتحديد الموقع الأثري، يحدده. ثانياً المسح والحفر والتنقيب. يمسح هذا المكان وينقب فيه ويحفر عن طريق آلات وأشياء مختصة في ذلك ثم بعد ذلك يسجل الملاحظات والأوصاف بعد ذلك يدرس هذا المكان يقوم بدراسته وتحليله ونشر الحقائق الأثرية التي توصل إليها وأخيرا تصنيف هذا الموقع الأثري تصنيفه بأي يذكر نوعه وتصنيفه ويذكر العصر الذي ينتمي إليه إذن المراحل هذه نعودها بسرعة أولا تحديد الموقع الأثري ثانيا المسح والحفر والتنقيب وتسجيل الملاحظات والأوصاف بعد ذلك يقوم بدراسة هذا الموقع وتحليله ونشر الحقائق الأثرية التي توصل إليها بعد ذلك تصنيف يصنف هذا الشيء هل هو عبارة عن نبات أو حجر أو شيء يصنفه ويذكر العصر الذي يعود إليه هذا الموقع الأثري طيب شيء العنوان الاخير ولا شيء الاخير كيف يقوم عالم الاثار بقراءه الاثار كيف يقراها الاثار هذه هذه الاثار الاثار سواء كانت هيكل عظمي او كانت صخور او كانت حجاره او كانت نبات او كانت انسان او كانت معادن او كانت عظام كيف يقراها عالم الاثار يقراها ويبحث فيها ويدرسها عن طريق طرق طرق دراسه وقراءه الاثار الطريقة الأولى هي طريقة قياس الكربون 14 المشع قياس الكربون 14 المشع هذه الطريقة خاصة بالعظام طريقة قياس الكربون 14 المشع خاصة بالعظام سواء كانت عظام إنسان أو عظام حيوان ليدو في زوج لذلك عظام الانسان وعظام الحيوان يقوم دراستها ويقرا هذا الاثر عالم الاثر عن طريق قياس الكربون 14 المشع طيب كربون 14 مشع هذا مكاش مع ما عندناش في جسم الانسان الكربون 14 وانما يدخل الى جسم الانسان عن طريق الاكل لما ناكل النباتات او عن طريق اشعه الشمس او عن طريق اشياء اخرى المهم كربون 14 عشر كاش في جسمنا وانما يدخل الينا عن طريق الاكل وعن طريق النبات طيب يقيسوا هذا لما يصيبوا عظام سواء كانت عظام حيوان او عظم انسان يقيسوا الكربون 14 فيها شعل فيها كي يعرفوا شعل فيها كربون 14 يعرفوا هذا العظام شعل عندها من سنه طيب مثال صبنا عظام وهذا العظام لما قصنا لما قمنا بقياس الكربون 14 صبنا كاين 50% معناه راح وذهب 50% هذا ال 50% في 50% في 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 الطرق العلميه في الاثار يقولوا ان 50% تقابل 5000 سنه وبعضهم قال 5570 سنه معناه لما نجي لما نصيب لما اجد 50% من كربون 14 معناه هذا العظام عمرها 5000 ولا 5570 سنه نصف كل 50% خمسون بالمئة من كربون أربعة عشر تقابلها ولا تمثل خمسة آلاف وخمسمائة وسبعون سنة إذا لما نجد عظام نقيس نقيس كربون أربعة عشر فيها نعرف لنا نجد عمر هذا العظام هذه الطريقة الأولى قياس كربون أربعة عشر يسمى المشع طيب طريقة ثانية حساب حلقات الأشجار حلقات الأشجار وهذه خاصة بالنباتات لما نقطع جذ... جذع جذع النبات ولا جذع الشجره نصيبوا تلك الدوائر، هذيك الدوائر لما يحسبوها يعرفوا عمر هذا الشجره والى اي عصر تعود، وهذا خاص بالنباتات كما قلنا. الطريقه الثالثه حساب نسبه البوتاسيوم، وهذا خاص بالمعادن، الحديد، الزنك، آه، النحاس الى غير ذلك، المهم هذه الطريقه خاصه بالمعادن. المعادن لما يصيبوها يقومون بحسبة حساب أو قياس نسبة البوتاسيوم في هذا المعدن لما يعرفوا نسبة البوتاسيوم يعرفوا إلى أي عهد أو إلى أي زمن يعود هذا المعدن طريقة الموالية هي طريقة الأرغون في الصخور وهذه خاصة بالصخور والحجارة كيفاش يعرفوا هذا الحجرة تعود إلى الزمن القديم أو الحديث عن طريق قياس أو حساب الأرغون طيب الأرغون هذا عبارة عن غاز عن غاز من خصائصه انه شديد الكثافه شديد الكثافه اكثر من الهواء ومن خصائصه انه لا يتفاعل يبقى كما هو لا يتفاعل لذلك لما لما يقيسوا نسبه الارغون في الصخور بهذا النسبه يعرفوا شعال هذا الصخره شعال عندها من سنه الطريقه الاخيره هي قياس الاشعه او اشعه السينيه الأشعة السينية وهذه خاصة بالإنسان خاصة بالإنسان وممكن بالحيوان هي يعني عبارة شغل راديو هذه الأشعة السينية كشغل راديو راديو يديروه للإنسان وحتى الحيوان ممكن للحيوان يشوفوا تدخل هذه الأشعة تدخل إلى جسم الإنسان تدخل حتى إلى العظام وبهذا الأشعة يعرفوا هذا عم عمر هذا الهيكل ولا الهيكل العظمي سواء كان للإنسان أو الحيوان أشعة الصينية إذا عندنا طريقة قياس الكربون 14 خاصة بالإنسان والحيوان عندنا طريقة حساب حلقات الأشجار هذه خاصة بالنباتات وعندنا طريقة حساب نسبة البوتاسيوم خاصة بالمعادن عندنا طريقة حساب نسبة الأرغون هذه خاصة بالحجارة والصخور وعندنا أخيرا الأشعة الصينية لتكون للأجسام سواء الإنسان أو أو الحيوان تقريبا هذه أهم الأشياء في هذا الدرس اللي هو الآثار 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 طيب نعرجوا على شيء مهم، ما هو الفرق بين التاريخ والتأريخ؟ الفرق بين التاريخ والتأريخ، طيب التاريخ هو علم من العلوم، التاريخ بدون همزة، التاريخ هو علم من العلوم يختص بدراسة الأحداث السابقة والماضية، إذا التاريخ علم من العلوم، بينما التأريخ بالهمزة. التأريخ هو التدوين والتسجيل تدوين وتسجيل الحوادث السابقة إذا التأريخ تدوين وتسجيل الحوادث بينما التاريخ هو علم من العلوم يختص بالحوادث السابقة آه الآن الفرق بين عالم أو علماء الآثار والمؤرخين ما هو الفرق بين عالم الآثار وبين المؤرخ آه عالم الآثار هو عالم مختص بدراسة الآثار فقط الميدان تاعو الآثار عالم الاثار وعالم من العلماء مختص بالاثار بينما المؤرخين المؤرخ هو عالم من العلماء يسجل ويدون الاحداث سواء كانت هذه الاحداث تتعلق بالاثار ولا بغير الاثار راح لاحظ الفرق بينهم المؤرخ يدون ويسجل الاحداث سواء كانت هذه الاحداث تتعلق بالاثار ولا غير الاثار بينما عالم الآثار عالم الآخر الآثار هو عالم يختص بدراسة الآثار فقط هذا هو الفرق بين عالم الآثار والمؤرخ طيب نمر لتصحيح وحل أختبر معلوماتي من الكتاب المدرسي الصفحة 22 خليكم طيب نمر لتصحيح أختبر معلوماتي كما راكم تشوفوا أختبر معلوماتي من الكتاب المدرسي تاع التاريخ الصفحة 22 التمرين يقول أصحح الخطأ في العبارات الآتية عندنا عبارات فيها أخطاء أنصحها العبارة الأولى يستخدم كربون 14 المشع لمعرفة عمر الأشجار إذا هذه خطأ قلنا الكربون 14 المشع هو خاص بالعظام ما عندوش علاقة بالأشجار والنباتات كربون 14 مشع خاص بالعظام سواء كانت عظام الحيوان أو عظام الإنسان العبارة الثانية الأشعة السينية تساعدنا في كشف الآثار على سطح الأرض وهذه خطأ كذلك الأشعة السينية تدخل إلى داخل الأجسام وداخل العظام خاصة بالإنسان والحيوان إذا الأشعة السينية مختصة بال... بالأجسام سواء كانت جسم الإنسان أو الحيوان ما عندهاش علاقة مع سطح الأرض والآثار طيب العبارة الثالثة حلقات الأشجار تمكننا من معرفة عمر العظام هنا خطأ كذلك حلقات الأشجار هذه الدوائر تمكننا من معرفة عمر الأشجار والنباتات حلقات الأشجار ما عندهاش علاقة مع العظام طيب العبارة الأخيرة تقنية الموجات الصوتية تسمح بالكشف عن الآثار تقنية الموجات الصوتية تسمح بالكشف عن الآثار الغارقة هذه صحيحة ما كاش خطأ هذه العبارة صحيحة تقنية الموجات الصوتية تساعدنا عن الكشف عن الآثار المدفونة والغارقة تحت الأرض هذه صحيحة العبارة هذه طيب أسمي الجهازين التاليين عدنا الصورة الأولى والصورة الثانية الصورة الأولى هذا هو الجهاز الجهاز الذي يساعدنا عن كشف عن الآثار والمعادن المدفونة تحت الأرض كما هنا تشوفوا هذا هذا معدن تحت الارض هو هو الجهاز راه فوق الارض لكنه يكشفه اذا هذه تقنيه تقنيه الموجات الصوتيه التي تكشف عن الاثار المدفونه والغارقه تحت الارض هذا هو الجهاز طيب الجهاز الثاني هذا بما انه راه مصورين الانسان هنا راه مصورين الانسان هنا هذا يظهر انه إنه عبارة عن أشعة، لأن الأشعة هي عبارة عن راديو، شغل راديو، هذا يظهر هناك شغل راديو، هذا هو، أشعة صينية، أشعة صينية، جهاز الأشعة الصينية. بارك الله فيكم، في الأخير، لا تبخلوا علينا بإعجاب للفيديو، كذلك تعليق صغير على الفيديو. والاشتراك في القناه بارك الله فيكم اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس حتى تصلكم الفيديوهات وبرتجونا لا فيديو بارك الله فيكم اللي يقدر يبرتجونا لا فيديو في الصفحات والمجموعات جزاكم الله خيرا وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله